أهلا بكم. بداية وعلى غرار الشعوب الإسلامية قاطبة، يحتفل الشعب الجزائري اليوم بعيد الأضحى المبارك. الله أكبر. الله أكبر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ولد وصوله إلى جامع الجزائر استقبل من قبل عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسنية ووالي العاصمة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. بالمناسبة، أدى رئيس الجمهورية صلاة عيد الأضحى بحضور كبار المسؤولين في الدولة، يتقدمهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول والفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الحكومة إلى جانب مستشاري السيد الرئيس وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر وجموع المواطنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله. وبالمناسبة، أدى رئيس الجمهورية صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الجزائر بالمحمدية بالعاصمة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم. عميد جامع الجزائر وفي خطبة العيد دعا إلى التسامح والتراحم وأبرز فضائل شعيرية الحج ومعانيه السامية، وذكر المصلين بمقاصد عيد الأضحى المبارك وما يحمله من معاني الفداء والتضحية، كما استحضر ما يجري في أرض الأنبياء فلسطين من احتلال وتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني من طرف عصابة الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن الأمل باسترجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يزال قائما بفضل شعلة الجهاد الموقدة في نفوس الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية. هذا يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عيد الأضحى، عظم الله أمره ورفع قدره وأكرم فيه أمتنا بكرامات توجب شكره. له المنة والشكر على جليل نعمه وجزيل عطاياه. إن ما عاشه خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام من معاني الفداء والتضحية لهو سنة ماضية في الأمة المحمدية، تتجسد في كل حقبة من تاريخها وكل مرحلة من مراحل وجودها. وانظروا رحمكم الله إلى ما يجري اليوم في أرض الأنبياء
في أرض الإسراء والمعراج في أرض فلسطين. ونحن في الجزائر المجاهدة دولة وشعبا نحس بما يحسون وندرك ما يدركون من عدالة القضية واليقين بالنصر المؤزر والفتح المبين. والجزائر بفضل الله كما لمت شمل الفصائل الفلسطينية بالأمس هي اليوم تسعى دون هوادة وتواصل المرافعة والدفاع عن قضيتهم العادلة في المحافل الدولية بعناية وتوجيه مباشر من السيد رئيس الجمهورية. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين. اللهم يا ربنا وفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ليتلقى بعدها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تهاني العيد من قبل كبار المسؤولين في الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد ببلادنا وجمع من المواطنين.
هذا وهنأ بالمناسبة رئيس الجمهورية عبر حسابه الخاص كل قوات الجيش الوطني سليل جيش التحرير الوطني. جاء فيها: عيد أضحى مبارك لكل قوات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني عبر كل الوحدات والنواحي العسكرية، خاصة أولئك الأشاوس المرابطين على أطراف حدودنا. كل عام وأنتم بخير. وبالمناسبة ذاتها هنأ رئيس الجمهورية عبر حسابه الخاص كل أفراد ومنتسبي سلاح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك. جاء فيها: أتقدم بخالص التهاني بمناسبة عيد الأضحى لكل أفراد ومنتسبي سلاح الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية والجمارك، أعاده الله علينا جميعا بالخير والبركة. رئيس الجمهورية وعبر حسابه الخاص هنأ كل الأطقم الطبية وشبه الطبية وعمال القطاع الصحي. جاء فيها: أتوجه في هذا اليوم المبارك لكل الأطقم الطبية وشبه الطبية وعمال القطاع الصحي لسيما المنوبين بالتحية والتقدير. عيد أضحى سعيد لكم جميعا. وبالمناسبة هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري والجالية الوطنية بالخارج وحجاجنا الميامين في كلمة وجهها مساء أمس إلى الشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة. أتوجه بهذه المناسبة بتهاني لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن ولجاليتنا في المهجر و لحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة، متمني لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هنأ الأمة العربية والإسلامية جمعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. كما أهني بهذه المناسبة الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وخصوصا أشقاءنا في فلسطين المحتلة والجريحة، سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم وأن يشفي مصابين وأن يرحم شهداء فلسطين. أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تبادلا من خلالها رئيسان تهاني عيد الأضحى المبارك، متمنين للشعبين الشقيقين مزيدا من الرخاء والتقدم. إلى البقاع المقدسة، حيث بدأ جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، بعد أن أقبلوا راجلين وركبانا مع إشراقة صباح هذا اليوم العاشر من ذي الحجة، مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور بعد أن من الله عليهم بالوقوف أمس على صعيد عرفات الطاهر. وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج وباتوا ليلتهم في المشعر الحرام مزدلفة. ورمي جمرة العقبة تعد أولى الجمرات التي ترمى في أول أيام العيد ابتداء من وقت الضحى وحتى الغروب، ليواصل الحجاج إكمال مناسكهم أيام التشريق الثلاثة. إلا من تعجل منهم فبإمكانه الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوف طواف الوداع بعد رميه للجمرة الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. وفي تطورات الوضع بغزة، ضربت المقاومة الفلسطينية أمس بقوة، حيث تمكنت من القضاء على ما لا يقل عن 11 جنديا صهيونيا بينهم 8 في عملية استهدفت جرافة وناقلة جند قربة للسلطان والحي السعودي غرب رفح، كما قتلت جنديين وسط القطاع، بينما هلك آخر متأثرا بجراح أصيب بها مطلع الأسبوع. في سياق آخر، وصل الاحتلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين، حيث ارتقى ما لا يقل عن 19 شهيدا في قصف على حي تفاح وشجاعية بمدينة غزة، وأصيب 50 آخرون، فيما انتشلت فرق الدفاع الذاتي جثامين 4 شهداء من تحت أنقاض منزل في منطقة الشعف شرق المدينة ذاتها. يحدث هذا في وقت تم انتشال جثامين 9 شهداء من رفح ونقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس جنوبي القطاع. على الجانب الآخر وفي الضفة الغربية، استشهد شاب فلسطيني
برصاص الاحتلال وأصيب آخران ببلدة بيت فوريك قرب مدينة نابلس شمالي الضفة. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري، أنقل لكم تحياتي وتحيات الفريق الصحفي والتقني العامل معي هذا الصباح، وعودة إليك لينا.